مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة من الراصد، فيها العديد من الموضوعات وأيضا العديد من التقارير. لكن قبل نبدأ حلقة الليلة نروح لأبرز عناوينها. وفاة طالب في مدرسته أثر سقوط مرمى الملعب عليه، والمدارس من جديد بلا إجراءات سلامة. والفصل التعسفي يطل برأسه من جديد، و25 سائق على أبواب العطالة. و أكثر من 120 شاب وشابة يروون قصص النجاح في ملتقى أعمال الشرقية 2015. وتشوفون معنا أيضا في حلقة الليلة، دراسة تؤكد أن جلوس الأطفال أمام شاشات التلفاز وأجهزة الحاسوب تصيبهم بالاكتئاب. والبلوي بجهاز جديد يكشف نوم سائقي السيارات بابتكار. أكثر شعوب الأرض تمتعاً بالإجازات، الصدارة سعودية. توفي طالب في الصف الثاني متوسط في أحد المدارس التابعة لمركز بلغازي في منطقة جازان. هذا كان أثر سقوط قائم المرمى اللي كان يلعبون فيه في مدرستهم على رأسه. أوضح المتحدث الرسمي لشرطة جازان المقدم محمد الحربي أن الشرطة في بلغازي باشرت الحادث وقت ما تلقت البلاغ، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية. من جانب المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في صبية قال أن تم تشكيل لجنة تحقيق في تفاصيل الحادث والأسباب لهذا الحادث الحاصل للطالب. كان من المفترض يكون معي من جازان جمعان غزواني شقيق طالب المتوفى، ولظرف طارئ الرجل يعني ما بغى يشارك في الأخير. لكن معنا من جازان المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبية الأخ علي عواجي. أهلا أخوي علي، أو خواجي، آسف أستاذ علي خواجي. أستاذ علي معي؟ اي نعم معك. حياك الله. الله يعطيك العافيه يا سيدي. اجراءات السلامه في المدرسه ما كانت موجوده، كيف ممكن تتكلم اداره التعليم عن هذا الموضوع؟ اولا نتقدم باحر التعازي واصدق المواساه لاسره ابننا الطالب امين ابن حسن يحيى الغزواني، ونسال الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اسرته وذويه الصبر والسلم. امين رب العالمين. طبعا نحن نعرف بانه القصه حدثت في صباح هذا اليوم. في بدايه في الحصه الاولى كان لدى طلاب تربيه رياضيه، وخرج الطلاب من اجل ان يمارسوا هوايتهم وحبهم وشغفهم بكره القدم. فضلا تدخل في الموضوع الله يعطيك العافيه. ولكن اراده الله سبحانه وتعالى حدثت. عزيزي إجراءات الأمن والسلامة، كان هناك تعميم منذ بداية العام الدراسي لمدراء المدارس، كان يوضح بأن إدارة التعليم تحث جميع مدراء المدارس بالاهتمام بأدوات الأمن والسلامة وتطبيق أفضل معايير السلامة من أجل الحفاظ على أرواح الطلاب والطالبات. طيب. فكان في نفس التعميم بالتحديد بأنه يجب على مدراء المدارس الإشراف والمتابعة الشخصية لوضع الملاعب بمدارسهم والرفع بالملاحظات والحرص على تعبئة استمارة الأمن والسلامة. طيب. الموجودة في برنامج نور. وكذلك
التأكيد على جميع معلمي التربية البدنية بمتابعة الطلاب أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية وعدم تركهم بدون إشراف. طيب. هذا بشكل عام. هناك جولات تفتيشية من قبل إدارة الأمن والسلامة في إدارة التعليم. أستاذ علي. من أجل التأكد. نعم حبيبي. أنا أبغاك تجاوبني على الموضوع، يعني إنه إيش اللي أنتم تسوونه أو إيش اللي واجب يصير. هذا ما صار. أنا أسألك الآن، الحادثة هذه كانت بدون أي إجراءات سلامة وهي المرة الثانية، وإذا تكلمنا عن وزير التعليم أنه هو وجه أنه ما يحصل مثل الحوادث، وقال يجب اتخاذ الإجراءات قبل سنة، صحيح ولا لا؟ نعم. إيش الإجراءات جميل اللي أنتم اتخذتوها الآن في هذا الحادث؟ الحادث تم، إيش اللي أنتم سويتوه قبله؟ أولاً يجب أن تعلم أنت ويعلم الجميع بأن هذا قضاء الله وقدره، ولا رد لقضاء الله وقدره. ما حصل من تجهيزات. القصة الأولى طبعاً هذه ليست المرة الأولى أستاذي الفاضل، القصة ليست المرة الأولى التي تحصل، فقد حصلت في الهيئة الملكية بالجبيل، ونحن نعرف بأن مدارسها على مستوى رائع عالي من الدقة والمهنية، ومع ذلك حدثت عندهم تلك الفترة. طيب ممتاز. طيب في 2015 حصلت قصة أخرى في تعليم جهزان وليست في تعليم صبي. طيب. هذه المرة الثالثة على مستوى المملكة. ممتاز. يعني نحتاج 30 حالة يموتون عيالنا عندكم عشان تصحصحون؟ عندنا ليست عندنا يا أستاذ الفاضل، فهذه ممكن أنا أتكلم أستاذ التي أنت تعمل بها. أستاذ علي أنا أتكلم عن هذه القضية، وأتمنى منك تجيبني على هذه القضية، لا تتكلم لي عن المملكة عموما، تكلم لي عن قضيتكم. أنت تقول بأن هذه القضية الثانية التي تحصل عندكم. أنا القضية المرة الأولى. القضية الثانية تعليميا، والقضية الأولى عندكم في جيزان، وقبلها ألف قضية كانت سقطت عليهم، يعني يا أما المرمى يا أما صقع براسة يا أما أنه ما حد درى عنه. أنا يعني صعب انه نتخذ اجراء لحفظ ابنائنا وعيالنا في المدارس عندكم؟ لا ليس صعب. ليس صعب يا عزيزي، ليس صعب، ولكن انا اقول لك انه اراده الله سبحانه وتعالى. كم طالب يمارس؟ اكثر من 5 مليون طالب. أيوة. يمارس الحصه التربيه البدنيه، وبحمد الله سبحانه وتعالى اجراءات السلامه موجوده، ولكن اراده الله وقضاء الله وقدره لا احد يستطيع ان يعني. ايش اجراءات السلامه والمرمى ما هو مثبت في الارض؟ المرمى مثبت، ولكن حصل انه يوجد. احنا طبعا يجب ان يعرف ان هناك لجنه تم تشكيلها من اجل معرفه جميع اسباب الحادث، وبعد ذلك سيتخذ اجراءات ضد اداره المدرسه ان كان هناك اهمال من قبلهم. انتم تبغون تحط يعني الان انا بسالك، انتم اللجنه هذه بتعمل مكان الشرطه تحقق؟ مكان الشرطة احنا طبعا عندنا اجراءات تربوية تعليمية يتم اتخاذها من قبل مدير التعليم ومن قبل لجنة المتابعة والامن والسلامة. عند ذلك يعرفون الاسباب، ان كان هناك اسباب يتحملها مديرة المدرسة سيتم محاسبتها، وان كانت هناك ارادة الله سبحانه وتعالى فلا مانع، وراد ذلك قضاء الله وقدره. طيب يعني هو قضاء وقدر ما قلنا شيء، ولكن قضاء وقدر ايضا انه تشتغلون زين صح؟ أكيد. طيب. أكيد. إدارة التعليم راحت لأهل الطالب؟ زرتوه؟ رحت المستشفى؟ إدارة التعليم اليوم مدير التعليم بنفسه اتجه مباشرة، ترك جميع أعماله واتجه مباشرة إلى مدرسة الطالب وإلى مستشفى الداير، وكان معهم في نفس الوقت الذي حصل فيه الحادث للطالب، ونقله إلى مستشفى الداير. إيه. طيب الآن إيش الإجراءات اللي بتسويها إدارة التعليم لحفظ عيالنا اللي عندكم في جيزان؟ المدير التعليم وجه الأمن والسلامة بإدارة التعليم، إدارة الأمن والسلامة بإدارة التعليم، من أجل أن يكون هناك مرور على جميع المدارس الحكومية والمستأجرة، من أجل متابعة الملاعب الرياضية وتجهيزاتها، من أجل أن لا يتكرر مع ذلك، وأيضا التقييد بالتعميم الذي تم إصداره منذ بداية العام الدراسي. طيب أستاذ علي خواجي المتحدث الرسمي باسم إدارة التعليم صبية، اتقوا الله فيما بين أيديكم، فما بين أيديكم مستقبل للمملكة العربية السعودية. أتمنى أن يتم هذا الأمر يعني حقيقة وليس إعلاما. طيب ينظر مكتب العمل في الباحة قضية فصل 25 سائق تعسفيا من شركة مكة للنقل المدرسي، هذا بمحافظة العقيق، بعد ما رفضت الشركة تسليمهم رواتبهم. مكتب العمل بالباحة حدد يوم الثلاثاء
موعد لاستدعاء الأطراف للنظر في القضية، فيما طالب سائقو النقل الطالبات المفصولين بمعاقبة المسؤول عن هذا الإجراء التعسفي وتقديم اعتذار لهم. وأكد واحد من السائقين أنه من أكثر من شهرين زملاء يعبون الوقود على حسابهم وترفع الفواتير للشركة اللي رفضت تسليمهم مستحقاتهم ورواتبهم. انضم لي من الباحة فهد بشير أحد السائقين المفصولين. أهلا أخوي فهد. أهلا، حياك أخي عبد الله. الله يحييك. ممكن ندخل في الموضوع مباشرة، الشركة ليش تبغى تفصلكم؟ أخويا، أول شيء الشركة فصلتنا فصل تعسفي، وحنا نطال عمرك من بداية السنة للتوضيح. ايه، نعبي من جيوبنا الخاصة الديزل وما في محطة موجودة عندنا. وهذه الفواتير اللي تثبتنا طال عمرك، وشيء منها استلموه شركة مكة قبل شهرين، شهر 12، وللآن ما تم الحساب. وطال عمرك اجتمعنا توقفنا لعدم قدرتنا الدفاع مصروف الديزل ورواتب متأخرة. ليش يبغون يفصلونكم يا فهد؟ يعني ايش المشكلة؟ اجتمعنا في إدارة في الإشراف. المشكلة الأساسية بيننا وبين الشركة وإدارة التعليم، اجتمعنا فيها يوم الثلاثاء، وقفنا الباصات، ما عاد نقدر نكمل، ما عاد عندنا مادة ندفع للديزل ونكمل الدفع. فهم يوم وقفتوا قالوا نفصلكم. رواتب متأخرة، الفواتير اللي دفعناها ما حسبونا عليها. طلبنا من نائب مدير التعليم عمر هجات شخصيا في مكتب الإشراف العقيق، اجتمعنا فيه، طلبنا منه وعد يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر، أعطنا وعد بين متى تجي حقوقنا وحنا نداوم لو نسلف. طلع من عندنا ما أعطنا أي إجابة. في الليل يوم الثلاثاء اتصل على المشرف وقال تسلم الباصات، ويوم الخميس اتصل ناصر الزهراني مدير شركة مكة وقال اللي ما يسلم يوقف باصه في الحوش يتحمل يوميته 1000 ريال. احنا في ضغوط واضرار ولا في واحد ينصفنا. جينا يوم السبت نستلم الباصات، تفاجأنا بفصلنا فصل تعسفي. اذا علينا شيء في بينوه، اذا الاهالي عليهم ملاحظة علينا في بينوه، اذا ادارة المدارس عليها ملاحظة منا في بينوه، اذا تأخرنا في نقل اي طالبة. طيب، يبينوه. احنا مجتهدين والتقصير ما هو من عندنا، من شركة مكة وإدارة التعليم، وكلمناهم وصبرنا ما احد. والله احنا صرنا نصرف من جيوبنا الخاصة في الديزل بدل ما نستنى راتبنا ويجينا نصرف على عيالنا. ايه طيب، من هذا المنبر الكريم انا اناشد خادم الحرمين الشريفين ومن يهمه الامر. نعم، ايش اللي صاير؟ ليش هم يعني انتم اني يشيل الضرر عنا يا اخي؟ انتم الان يعني ايش اللي سويتوه انتم بعد ما صار هذا الموضوع؟ ايش اللي انتم سويتوه واتخذتوه؟ والله اللي اتخذنا رحنا مكتب العمل. ايوه، وما قصر مكتب العمل، تجاوب معنا واعطانا موعد جلسه بكره، هذا الكلام امس. وصلنا ورقه الجلسه للشركة، تفاجأنا اليوم بنزول بعض الرواتب، ورواتب ناقصة وناس ما نزل لها شيء، ولا في واحد استلم من الفواتير من بداية السنة. حق الفواتير ما حد استلمه، وهذه الفواتير أعيد وأكرر يا أستاذ عبد الله، وفي غيرها كثير، غير اللي وصلت الشركة وغيرها موجود أكثر مما تتصور. طيب، الشركة في فلوس لها الآن عند إدارة التعليم ورافضة إدارة التعليم تسلمهم إياها؟ أستاذي، احنا نعمل بشركة لها اسمها وسمعتها. ايه، شركة مكة تلمي اللوم على شركة تطوير، وشركة ايه؟ تطوير تلمي اللوم على دارة التعليم، وزارة التربية والتعليم. ايه،
وزارة التربية والتعليم ترمي اللوم على وزارة المالية تقول فلوسنا في المالية، احنا ضعنا في الطوشة. كم الرواتب يا فهد؟ نبغى حل ونبغى نرجع لوظائفنا. و 3000 ريال و 2700 هذه هي. علما بعضنا المفصولين، بعض المفصولين وانا واحد منهم، لنا 6 سنوات من الشركة الأولى. هذه الشركة سيئة تعاملها في إدارتها، في أخذها، في عطائها. أنتم 25 سعودي الآن مفصولين بسبب يعني أنه أنكم أنتم طلبتوا بحقكم في الرواتب أنها ما تتأخر عليكم. نعم 25 سعودي مفصولين. طيب إحنا يعني يا أخوي فهد، نعم رواتب متأخرة وفواتير ما تسددت. يلا. نعاني من عدم وجود محطة لنا. أخي عبد الله، في ملحوظة أبغى أقولها. سم. إحنا في بعض المراكز التابعة لمحافظة العقيق تروح تعبي في محطات نجبر عليها ذهابا 105 وإيابا 105، يعني يرجع الباص ما فيها النص. وبعض المراكز 80 رايح و80 جاي. هذا لا يرضي الله ولا رسوله، مع أن جميع القطاعات اللي في الباحة يعني بشكل رهيب. المغاسل، المحطات كلها موجودة عندهم. إلا قطاع هذا مسي، هو أكبر قطاع في منطقة الباحة. طيب يا فهد، الموضوع هذا إحنا قاعدين نتكلم ونقول إنه يعني هو بين ثلاث جهات. إحنا اشتكينا لإدارة التعليم، واشتكينا بين إدارة التعليم اللي في الباحة، وبين أيضا وزارة التعليم اللي هي الجهة المشرفة على كل هالجهات اللي هي تطوير وإدارة التعليم، وعلى تطوير أيضا أنها تقوم بدورها تجاه يعني ناس موظفين في البلد. نعم. من عيال البلد. والرواتب الآن 3000، يعني ما هي قضية ترى كبيرة جدا أنه أنت ترجع 25 سعودي وتشيل الشركة اللي إذا كانت تتلاعب. طيب يا فهد، إحنا بنتابع معاك القضية، بيكون بيننا وبينك تواصل، بيكون بيننا وبين إدارة التعليم إن شاء الله. معروف يا أخي عبد الله، يصلحهم الله ويردون علينا إن شاء الله إدارة التعليم بإذن الله، ويعني تنحل هالمشكلة. طيب. لكم وال25 سائق ومكتب العمل بينصفكم بإذن الله. شكرا أخوي فهد بشير، أحد السائقين المفصولين تعسفيا من الباحة. طيب. شكرا لك، يعطيك العافية. طيب، أصيب 4 أشخاص على الأقل في حادث انهيار مدرسة، هذه كانت تحت الإنشاء في حي المصيف بحايل. المتحدث الرسمي بالدفاع المدني الرائد نافع الحربي قال أن فرق الإنقاذ نقلت 4 مصابين، كانت إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، وحالات لا زالت تحت الإنقاذ أو تحت الإنقاذ حتى الآن، مشيرا إلى أن المصابين كانوا من العمالة الأسيوية. الحادث هذا كان بحايل، كان يعني حديث الناس في حايل. احنا طرحناه وننتظر التحقيقات اللي تنتهي بحيث ياخذون العمال هذول حقهم من المقاول اللي كان ماسك هالمشروع. خلونا نروح فاصل ونرجع من ثاني، لا تروحون بعيد.
بمشاركة أكثر من 126 شاب وشابة انطلقت في الدمام فعاليات ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2015 اللي يستمر حتى 2 ديسمبر المقبل. والمعرض أو الملتقى يحوي معرض مصاحب ضم أكثر من 120 جناح يروي فيه شباب وشابات الشرقية مشاريعهم الرائدة. الملتقى شهد توقيع عدة اتفاقيات فيها تشجيع ودعم لأنشطة الشباب الصناعية والخدمية، وتم تخصيص 210 قطعة أرض لشباب وشابات الأعمال في الشرقية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تمويلية مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية، يعني يدعمون أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنهوض بأعمالها وتوسيع استثماراتها في المنطقة. عشان كذا معي من الدمام من المعرض مرام الجشي نائبة رئيسة مجلس أعمال شابات الشرقية. أهلا أختي مرام. أهلا وسهلا، شرفتونا. يعطيك العافية، شرف لنا بصراحة. في حضور كبير من اليوم، أشوف الصباح كلام كثير عن الملتقى. تكلميني عن الملتقى، قولي لي وش اللي صاير عندكم الحين. فعلا الحضور كبير، واليوم كان الافتتاح ما شاء الله، افتتاح حافل وناجح ما شاء الله، بحضور طبعا سمو الأمير سعود بن نايف والأستاذ العطيشان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والأمين العام الأستاذ الوابل ونخبة من رجال وسيدات الأعمال. كان إقبال شديد من الحضور ومن الفترة الصباحية، والآن الفترة المسائية عندنا الجلسات العلمية، أيضا الإقبال ممتاز من الشابات والشباب على السواء. حضور المسؤولين جيد، لكن حضور الشباب كثير ولا شوي؟ مقارنة بالنسخ اللي فاتت من الملتقى والمعرض، الحضور يعني يعتبر جدا ممتاز، وفي تطور قاعدين نلحظ سواء بالنسبة لعدد العارضين والعارضات وأيضا لعدد الحضور أيضا. إيش اللي ممكن يقدم هذا المعرض للي بيشاركون فيه من الشباب والبنات؟ والله المعرض يعتبر فرصة لتسويق مشاريع شباب وشابات الأعمال، وجلب فرصة لجلب فرص استثمارية لهم وعقد شراكات وتبادل خبرات مع الجهات العارضة ثانيين، مع غيرهم من العارضين والعارضات. أيضا فرصة لأنهم زوار المعرض بيكونوا إضافة إلى العامة بيكونوا مجموعة من نخبة من رجال وسيدات الأعمال والمسؤولين في المنطقة، فهذه فرصة أنه يعرضوا مشاريعهم لهم ويجلبوا اللي هو فرص استثمارية ويتكلموا عن نفسهم، وأيضا من خلال الجلسات العلمية يكون عندهم فرصة لإثراء خبراتهم أيضا ومناقشة التحديات اللي تواجههم بس في هذا المجال. أستاذ مرام، المشاريع الرائدة اللي موجودة في الملتقى الآن، الناس يخافون أنها بكرة تكون يعني نهايتها مع نهاية الملتقى. لا بالعكس، احنا عندنا في مشاريع تطورت. انا واحدة من الشابات اللي كنت مشاركة معاهم في النسخ النسختين اللي فاتوا، يعني انا بدأت انطلاقتي من معرض شباب وشابات الاعمال قبل 4 سنوات، وشاركت لسنتين متتاليتين ودخلت في مجلس شابات اعمال الشرقية، ورأيت فعلا اللي هو المردود اللي يعود على شباب وشابات الأعمال من خلال المشاركة. طبعا ما قد يكون مو على طول في نفس المعرض يجيك على طول والله بتعرض وبتجيك صفقات ولا بتسوي عمل، بس الإعلام والتسويق اللي بتسويه والنتوركينج العلاقات، شبكة العلاقات اللي بتكونها هذه بتعود عليك. المشاركة في المعرض تعتبر استثمار في البزنس حقك، بيعود عليك بعدها بمردود، راح تجيك فرص، راح تبني علاقات، والعلاقات هذه اللي يبحثوا عنها، يعني حتى كبار رجال وسيدات الأعمال يتكلموا عن دور العلاقات في العمل. طيب نتكلم عن الملتقى، هل يعقد فيه يعني شراكات ويعقد فيه يعني بعض الصفقات
في تبني القصص مشاريع شبابيه ناجحه، تصير في عقد شراكات، وايضا تصير في شراكات بين نفسهم شابات الاعمال وشباب الاعمال، إضافة إلى شراكات أو دعم فرص دعم لهم من الجهات الراعية. إحنا عندنا في المعرض 11 جهة راعية وداعمة لشباب وشابات الأعمال، ففي من وأيضا من رجال الأعمال اللي يجوا في المعرض يزوروا المعرض ممكن يكونوا يعني يلفت نظرهم مشروع معين ويبدأوا بعقد شراكة معه. يعني اليوم زارنا مثلا اللي هو الأستاذ عبد المحسن الحقباني اللي هو صاحب ومؤسس شركة وقت اللياقة، وشاف إحدى العارضات عندنا مكتب هندسي وتحدث عن أنه فرصة أنه هم يوكلوا لها تصميم أو استشارات في التصاميم. طيب، إلى مشروعهم. ودي من اللي حولك، هذول شابات الأعمال الجدد ولا؟ اي لا، هذول اعضاء مجلس شابات اعمال الشرقيه. طبعا احنا مجلس شابات اعمال الشرقيه تاسس في عام 2008 من خلال 10 عضوات، واليوم في دورته الثالثه عندنا عدد العضوات بلغ 26 عضوه. فهذول زميلاتي بدءا من العنود الرماح على اليسار. اي عارفين علي رئيسه المجلس. اي العنود الرماح على يساري رئيسة مجلس شابات اعمال الشرقية، الاخت فاطمة باطوق عضو في المجلس وصاحبة اول ماركة للملابس الرياضة النسائية، اخت ريم الرويسان، ايلا الشدوي. ايلا الشدوي كانت اول رئيسة لمجلس شابات الاعمال في انطلاقته، الاخت اريج القحطاني والاخت ضحى الابراهيم، وهنا عندنا أمل القحطاني وأماني رضوان، نوف القحطاني، أماني رضوان، مها حامد، عايشة الدوسري أو عضوة. سلمي عليهم، بلغيهم السلام، ونبارك لكم أولا نجاح الملتقى من بدايته بصراحة، وبنتواصل معكم في اليومين الجاية للعرض تجارب ناجحة إن شاء الله، ونبغى قصص ناجحة لشباب وبنات اللي قاعدين يعني يسوون شغل مميز، وإن شاء الله تعقد لهم صفقات إن شاء الله تكون مميزة لهم. أختي مرام الجشي نائبة رئيسة مجلس أعمال الشابات الشرقية، شكرا لك، يعطيكم العافية، موفقين في هذا النشاط. شكرا لاتصالكم، وكونوا معنا إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء من الله. من ينتهي المعرض؟ ها الله وعد يخليك. أي بكرة عندنا جاي وزير التجارة دكتور الربيعة ورئيس هيئة الاستثمار، بيكون خلاص في أنت اللي تسوين اللقاء معهم أجل، مو بحنا. الله يخليك، شكرا. يلا بإذن الله بكرة يكون لنا موعد. شكرا لك أختي مرام. إن شاء الله، شكرا جزيلا. وجدت دراسة حديثة أن الصغار اللي يقضون أوقات طويلة جالسين قدام شاشات التلفزيون أو الكمبيوتر يتعرضون بقدر أكبر للاكتئاب مقارنة باللي يتمتعون أو يمتنعون عن ذلك نهائيا. لكن الأطفال اللي يشاهدون التلفزيون أو يستخدمون الكمبيوتر باعتدال ربما يكونون هم الأسعد، مع أنهم كله صايرين اليومين. دخلت التقنية الحديثة معظم المنازل وازداد عدد مستخدميها وأصبحت جزءاً من حياتنا اليومية، وذلك نتيجة التطور والتقدم التكنولوجي وما يتم طرحه بشكل شبه يومي من أجهزة وألعاب مختلفة تجذب الأطفال بالألوان والرسومات والمغامرات والخيال. وأثبتت الكثير من الدراسات أن أطفالنا يعيشون جهلاً اجتماعياً نتيجة العزلة التي نتجت عن إدمانهم شاشات التلفاز والأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية. وللأسف الشديد فمعظم الأسر يشجعون أبنائهم ويسهمون في زيادة العزلة الاجتماعية من خلال إهدائهم هذه الألعاب والحواسيب المتطورة التي لا تتناسب مع مراحلهم العمرية، ودون إدراك منهم مدى تأثير الساعات الطويلة
التي يقضيها الطفل مع هذه الأجهزة، خاصة من الناحية الصحية والنفسية، والتي تؤثر بشكل مباشر في نموهم الطبيعي. ينضم لنا من الرياض الدكتور والاستشاري النفسي فهد المنصور. أهلا دكتور فهد. أهلا وسهلا. يعني نبغى يعني إيش قصة هالدراسة؟ يعني هي بدون دراسة أصلا إحنا مقتنعين إنه يعني الصغيرين هاليومين مخهم مهب مع المجتمع، رايحين بالحالهم. والله أنا شوف، أنا أكلمك من العيادة ولا طلعت الحلقة لك ولا أعلم الدراسة اللي ذكرتها، لكنه بشكل عام الأجهزة الذكية وأجهزة الآيباد وغيرها من أجهزة أصبحت سمة العصر حقيقة، لا نستطيع يعني شر لابد منه، يمكن أولادنا وأولادكم الجميع. صحيح. يعني أغلب الأطفال الآن صار يستخدم هذه الأجهزة بشكل روتيني وبشكل يومي، لا نستطيع يعني المنع، المنع حقيقة يشكل يعني جانب إضافي من الرغبة، وكل شيء ممنوع مرغوب، لكنه لابد من التقنين. التقنين المقصود فيه أنه تكون هذه الأجهزة اللعب فيها يكون أمام الأسرة، أحيانا يلعب الأطفال في البلاي ستيشن وأجهزة الإكس بوكس وغيرها في ألعاب ذات طابع يعني غريب جدا، مثلا تشجع على العنف، تشجع على السلوك الإجرامي. يعني ليس بسر أن واحد من أولاد الأطفال الصغار فجأني يعني عندما سأل جده عن رغبته عندما يكبر وش بيصير، قال بصير حرامي. فاكتشفت انه سبب، يعني بحثت عن هذه النقطه لانه صراحه ازعجتني هذه النقطه، وسالته وش الحرامي وش بتسرق؟ قال بسرق سيارات. ايوه لانه بطل في البلاي ستيشن. نعم، اللعبه اللي يلعبها في البلاي ستيشن هي عباره عن لعبه يعني حرامي سيارات، يكون بدور البطل ويمارس هذه الأعمال بطريقة يعني مغرية أو مشجعة للطفل. فلا بد أن ننتبه إلى أبنائنا، نحاول نركز على هذه الألعاب، خاصة الألعاب ذات الطابع السلوك خلينا نقول السلوك المنحرف، فننتبه لهذه السلوكية. دكتور، الدراسة تقول إنه الأطفال اللي قاعدين يستخدمون الأجهزة الذكية الآن يعني أكثر يعني اكتئابا من غيرهم الأطفال. هالدراسة الحين إذا شفت أنت الأطفال اللي يجلس 3-4-5 ساعات على الأجهزة، تشوفه صحيح منفصل عن الواقع مو معك؟ يعني هو طبعا كلمة منفصل عن الواقع يمكن تكون مبالغة، لكنها يكاد يكون الشعور هو عبارة عن التركيز يقل عند هذا الطفل. الطفل عادة لكل الأسر، الطفل لا يعني حتى أعراض اكتئابية لا يذكرها كالكبير ويقول أنا يعني صدري ضايق أو مضايق أو حزين. هو تظهر الأعراض الاكتئابية عند الطفل على شكل يعني سرعة انفعال، توتر، يعني نرفز أحيانا، ايضا ممكن مشاكل جسديه يعني الام جسديه في الباطن او غيرها. لكن الشيء المهم جدا ان ينتبه الاباء والامهات انه كثره التركيز على هذه الاجهزه، اللعب المتواصل، طبعا ينتبه الاطفال الاباء اللي لديهم اطفال لديهم يعني اضطرابات الصرع مثلا، ان هذه الاشياء تزيد من نوبات الصرع لديهم. لكنه من ناحيه النفسيه لابد ان يحاول الاباء لا يمنعوا أبنائهم عن هذه الألعاب، ولكن أن يقننوها ويشركوا الجانب اللعب البدني اللي أهمل الحين حاليا من قبل العوائل. يعني يحاول أنه يمارسوا بعض الألعاب، الكرة، بالألعاب الجري، بالإضافة إلى ألعاب أيضا تقنين الألعاب الإلكترونية. دكتور، يعني يمكن بوقتك ويمكن صغيرين من أول يعني الواحد يلعب من الظهر إلى الليل وأموره طيبة وعنده أخويا وعنده علاقات زينة، الآن ما فيها الشغلة ولا لا؟ يعني خصوصا مع وجود هالأجهزة، أخوياه برا وكلهم على 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 أجهزة ذكية ما له دخل فينا أبد. صحيح. حتى لا نكون يعني منحازين تجاه يعني جيلنا، جيل الطيبين، يعني لكل ألعاب يعني الجانب سلبي. يعني حنا وإياك يمكن كبار، لو تفتح راس الواحد تلاقي كثير من الضربات في الراس وتلاقي كثير من المشاكل الصحيه. اي بس طلع الجيل كويس، يعني كان ينضرب وها ويطلع مفلوق ويلعب بكره ما عنده مشكله. بالضبط. لكن هو التنويع، يعني حقيقه التنويع بين الالعاب الالكترونيه، الالعاب اللي فيها جلس، الالعاب اللي فيها تحريك للذاكره مثل الالعاب بالكروت الورق مثلا، الالعاب الثقافيه، وايضا وهذه مهم جدا انه تعزيز جانب الالعاب الحركيه لدى الاطفال. الحين اصبح اطفالنا يعني يعانون كثير من امراض السمنه والسكري وقد قلة الحركة، بالإضافة إلى تأثير الألعاب الإلكترونية بشكل سلبي. لا نستطيع بالنهاية
منع أطفالنا، لأن أطفالنا لو منعناهم من هذه الأجهزة سيجدون هذه الأجهزة يعني يجدون ربما مغريات كثيرة خارج المنزل للعب فيها، لكنه جعلهم مثلا ساعة أو ساعتين مثلا لأوقات معينة، فأعتقد أنه هذا جزء من علاج هذه المشكلة. خرجناك من العيادة، عد إلى عيادتك يا سيدي، وأسفين تعبناك دكتور فهد المنصور الاستشاري النفسي والأسري، شكرا جزيلا لك. طيب، كشف المخترع السعودي حسن البلوي يعني ان حادث كاد يعني يموته بسبب النعاس وهو يقود سيارته. هذا الحادث هذا غير مجرى حياته وخلاه يفكر في تطوير جهاز يكشف النعاس للسائق في حال نومته او غفوته اثناء قيادته. وتتلخص فكرة الاختراع في قبعة تنبه السائق عند النعاس باستخدام إشارات الدماغ الكهربائية. أوضح البلوي أن هذا الجهاز ما هو إلا تطبيق واحد لكثير من التطبيقات الطبية اليومية اللي يمكن الاعتماد فيها على معالجة إشارات الدماغ. معاي من ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية عبر السكايب المخترع السعودي حسن البلوي. هلا أخوي حسن. حسن لا تكون غفيت. كيف الأمور عندكم يعني أنتوا؟ لا الأمور طيبة عندنا. عندكم تزيد شوية. لا حسن بسألك أنت، يعني كل ما جاتك مشكلة تطلع اختراع يعني؟ فهذا عشان كذا قالوا الناس الحاجة أم الاختراع أصلاً، لو ما في مشاكل ما كان نحتاج اختراعات. حسن خليك ثابت شوي، لا أخاف يجيك النوم وأنت تكلمني، خليك ثابت الحين بس. طيب. لا ما عليك ما عليك حياك الله. طيب قول لي المشكلة أنت اللي خلتك بالأخير تخترع هالاختراع. بصراحة أنا كنت مسافر أو شبه سفر راجع للبيت بعد سهر تقريبا ليلتين، وهذه السفرة هي اللي كانت يعني كنت فيها أنا أتسبب بحادث كارثي بسبب غفوة، يعني بسبب عدم النوم وعدم الراحة. كان لها دور كبير في عملية النعاس الشديد، واللي صار إن سبحان الله يعني تفاديت هذا الحادث بعجوبة، يعني كنت يعني أصدم بشاحنة على الطريق السريع، ولكن لحسن الحظ الحمد لله تجاوزنا الأمر، والله يعني سبحان الله بيعجبه إلى اليوم. أنا ما أدري كيف قدرت يعني أتجاوز الموقف. هذا اللي خلاني الشرارة أو الشرارة الرئيسية اللي في بداية الموضوع خلتني حتى أفكر يعني في هالموضوع وأبحث فيه. الموضوع ما كان سهل أبدا، يعني قعدنا تقريبا سنتين كلها أبحاث ونظريات وإعادة شغل والنظر لجميع الأعمال اللي قبلنا، بل أحياناً اضطرينا أن نسوي نفس العمل نبغى نشوف هل هو فعلاً ينجح ولا لا. وفي الأخير الحمد لله طلعنا بجهاز قادر على أنه يكشف النعاس قابل أن يكون عملي، يعني مو بس أنه يكشف النعاس. حسن ترى احنا مشكلتنا الحين صايرة ما عدهم مع النوم، مشكلتنا الحين اللي يطلع الجوال وهو يسوق السيارة، هذا ودنا يجيه التماس بحيث ما عاد يمسك جواله، يعني هذا أزين لو اقترحته. صحيح بالله عليك فكرنا في هالموضوع، يعني الحل هذا اعتقد ما في حل الا انه تاتي السيارات اللي تقود نفسها بنفسها، في هذه الحاله الواحد يستخدم الجوال. الحل المبدئي الحين الواحد انه يعني الشعور بالمسؤوليه بالاضافه الى يعني التقنيه، نقدر يعني تقنيا نقدر الواحد يعمل يمنع استخدام الجوال. حسن وش تخصصك الحين انت في امريكا دراستك، وش تخصص دراستك هناك؟ أنا حالياً أدرس هندسة كهربائية والتخصص الدقيق معالجة الإشارات الحيوية. يعني أمورك طيبة، الاختراع معك الآن؟ الله. لا والله النسخة ما هي معاي الآن للأسف، يعني ولا موجود سوينا منها عدة نسخ. طيب. لكن أنا في منطقة استديو ممنوع نجيب معنا الأغراض معينة. طيب. أبغاك تكلمني عن وزن القبعة هذه، مزعجة ما هي مزعجة؟ يعني تبنيها بعدين، تكلفتها؟ شوف بالنسبة لل هي في هناك عدة أسئلة، يعني السؤال الأول كان والمهم إنه
استطاعتنا بناء جهاز قادر على كشف النعاس وبنفس الوقت يكون متنقل. بعد ما قدرنا نسوي هالجهاز وحطيناه تقريبا يعني بحجم صغير جدا، اخترنا انها تكون خوذة. الخوذة احنا ما يعني كل اللي سويناه ان عملنا دمج لها بحيث انه الشخص اللي يلبس الخوذة ما يحتاج يركب اثلات او اي شيء او اي شيء من هذا القبيل، كل اللي عليه انه يلبسه. حتى اختبارات الفيل تست هذه اختبارات الامان الى الان احنا يعني ما بدانا فيها، السبب انه في امور تقنيه اولى اللي هي الامور معالجه اشارات الدماغ وقراءتها بشكل صحيح، بالاضافه الى عمليه تنبيه المستخدم. احنا الى الان عندنا تقريبا 4 أو 5 طرق ننبه المستخدم فيها، وبعد ما نجاوب على كل هذه الاسئله تاتي عاد ايش المقاييس وراحة المستخدم وكيف نحاول نضيف بعض الإضافات للخوض بحيث أنه الشخص يستطيع أن يلبسها بكل أمان وبكل أريحية. حسن كم هذا هو السؤال؟ حسن كم بقالك وترجع لنا إن شاء الله؟ والله على حسب، يعني إحنا الحين شغالين، يعني سوينا الآن بدأنا في تأسيس الشركة هنا، شركة ويك أب، عاد الهدف أن نأسسها في أمريكا وتكون يعني تستمر حتى يعني حتى بعد عودتي للسعودية، وأكمل شغل عليها حتى في السعودية. بس الميزة التأسيس هنا إنه الجامعة تبنت تأسيس الشركة من الأساس، تحويل البحث العلمي إلى أو تسويق البحث العلمي وإيصاله إلى منتج يمكن تسويقه. حسن موفق، ننتظر جيتك إن شاء الله، ننتظر الشركة هذه أنها تكون يعني تصحي الناس من النوم وكما تمسك الجوالات والشخص يعني شوي يحس. أخوي حسن إن شاء الله الخيارات دائما مفتوحة، وإحنا ايه؟ لازلنا ننتظر الصراحة الجامعات السعودية في طيب. استضافة مثل هذه الابتكارات، وأشكر لكم استضافتكم. مشكور يا حسن. حسن بلوي عبر سكايب من بنسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. طيب، أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض عن حاجتها لشغل 3 وظائف للرجال بدرجة محاسب، رئيس لقسم الموارد البشرية بالخدمات المساندة، ومنسق أجور ورواتب، بالإضافة إلى 1000 وظيفة تعليمية خاصة بالمدرسات أو بالمدارس النسائية، مديرات وأيضا معلمات. صرحت إدارة الخدمات المساندة بالجمعية بأنه حسب الاتفاق المبرم مع صندوق تنمية الموارد البشرية تهدف من خلال هذا الأمر إلى دعم الكوادر البشرية الشابة من أبناء هذا الوطن، وتأمين الوظائف اللي تضمن لهم حياة كريمة. واللي دخنون ببلشون، لأنه اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي أنه بيفرضون ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100%. هذا جاء خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس اللي عقد أخيرا في الرياض، والدول الخليجية تحتل مراتب متدنية في فرضها الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته اللي ما تجاوزت 22% مقارنة بدول عربية أخرى. يقدر يعني شوف المبلغ الكبير، حجم انفاق السعوديين على التبغ 14 مليار سنويا، وتحتل المملكة المرتبة الرابعة باستهلاكها للتبغ، حيث قدر عدد المدخنين فيها ب 6 مليون شخص، فيما يتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 10 مليون مدخن 2020، لكن يمكن مع هالأسعار إن شاء الله يعني يقل. نرجع لقضية مكتب العمل مع الموظفين 25 السائقين اللي في الباحة، وتكلم معنا واحد منهم معي عبر الهاتف، مدير مكتب العمل بمنطقة الباحة الأستاذ إبراهيم الزلفان. أهلا أخوي إبراهيم. مدير عام. أهلا أخوي عبد الله، مدير عام فرع وزارة العمل. ونعم الله، حياك الله أخوي إبراهيم. الله يحييك يا عبد الله. إيش ممكن تقولنا في 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 هالخصوص؟ والله هو السائقين الآن تقدموا بشكوى، والآن شكواهم منظورة عندنا في المكتب.
إيه؟ وعنده موعد الساعة 10 بكرة إن شاء الله، فحينظر في لشكوى الطرف اللي هو السائقين، وأيضا ننظر للشركة، لأنه هذه طرفين، يعني في طرفين في الدعوة، لابد أن نسمع من الطرفين. إذا تم يعني الصلح بين الطرفين أثناء الجلسة، وإلا تحال عندنا للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في المنطقة. إيه بس أخوي يعني. إبراهيم، ترى مشكلة أنه هالقضايا صايرة تأخذ وقت طويل في مكاتب العمل، يعني والربع هذول ما قاعدين ياخذون رواتبهم لهم شهرين وثلاثه. احنا هذه مساله الرواتب احنا ننظر فيها على استعجال ان شاء الله. وانا يمكن الاخ تداخل معك احد الشاكين وقال انه صرفت بمجرد ما اعطيناهم الخطاب مكتب العمل انه صرف لهم رواتبهم. احنا بكره حننظر مع الشركه وحيتم تكليف مفتشين بزياره المنشاه ومقر المنشاه للتاكد من من منها، وايضا ان شاء الله مع نظام الاجور المعمود الان في وكاله الوزاره التفتيش، يعني حيحل كثير من قضايا التاخير في الاجور. صحيح اخوي ابراهيم. الاهم انه 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 السائقين يعني ياخذون مرتباتهم، وانه يعني ندافع عنهم قدر الاستطاعه ونثق. والله وانا شاكر جدا هالحضور وهالتواجد بصراحه استاذ ابراهيم. نعم. لا ابدا، يعني هذا هو الواجب لنا، ويمكن مع الوزير والوزاره كامله يعني تعمل على انه مثل هذه القضايا تنظر، والان ينظر بها عاجلا يعني، وليس يمكن الاخوان لما تقدموا ما لهم اليوم الثاني، احنا اعطيناهم الموعد يوم الثلاثاء غدا ان شاء الله. هذا العشم اخوي ابراهيم الزلفان مدير عام مكتب العمل في منطقه الباحه، شكرا جزيلا لك وبيض الله وجهك. شكرا. اليوم نبغى نروي قصة عشق بين لاعب وكيان. محمد نور أسطورة كروية حية جالت الملاعب على مدار أعوام، هذا كان دفاعا عن ألوان المنتخب أولا والعميد الاتحاد. نور استدعت لجنة المنشطات بعد عينة إيجابية له بغيب عن الملاعب حتى تبت اللجنة في القرار النهائي بشأنه الخميس المقبل. كم أتمنى أنه ما في أحد يتشفى. نور كان واقف يدافع عن المنتخب في يوم من الأيام، ونور بإذن الله أنه الموضوع يعني بينتهي إن شاء الله إلى خير. شوف تقرير. أنا أفتقد نور بشدة، أفتقد هذه الأسطورة. عجزت أتخيل الاتحاد بدون نور، عجزت أنسى كل ذلك التاريخ، تلك اللحظات والملاحم والانتصارات والألقاب والتسريحات والمواقف والكاريزما والقوة العاشرة التي تحرك العشرة، وذلك القائد الكبير نمر الاتحاد الأول، لا يمكن نسيانه كل ذلك بسهولة. نور الاتحاد مفتاح جدة، روح الاتحاد أسطورة آسيا، أو كما يحب لعشاقه بتسميته القوة العاشرة. البعض يرونها ليلة وداع، وآخرون يرونها لحظة عتاب. هذا هو حال الجمهور الاتحادي، بل الجمهور الرياضي بأسره الذي تفاعل مع خبر النجم الأسطوري. الصمت ما زال هو المشهد السائد لدى أبو نوران. فبعد أن أصدرت اللجنة السعودية لمكافحة المنشطات قرارا بإيقاف القائد الاتحادي عن مزاولة كرة القدم لفترة مؤقتة حتى تنتهي من التحقيقات في القضية، الخميس سيكون الموعد لجلسة الاستماع، ما إذا كان نور يظهر ما يبرئه وتلتغي العقوبة، أو تكون جلسة سلبية ليبقى الكشف موجبا، ما يعني الوداع الحقيقي للقوة العاشرة. محمد نور بين الواقع والإشاعة، ودعوه قبل أن يسقط، فبالرغم من إنجازاته وتاريخه إلا أن البعض ودعه دون اكتمال فصول القصة. محمد نور التاريخ سيقول ويردد العشاق كثيرا، مهما كانت النتائج ستبقى أنت الإيجابي في التاريخ، ستظل النور في ظلمة الاتحاد والنبض الذي لا يتوقف. خلوا صدوركم شمالية، خلوها وسيعة، لا تزعلون، الفرقة صعبة، والله الفرقة صعبة، والليلة هذه واضحة ليلة فراق، حاولت أعديها وعيت تعدي، حاولت أعديها وعيت تعدي، حاولت أعديها وعيت تعدي. يبقى محمد نور شخص قدم للرياضة السعودية الشيء الكثير. أتمنى
من اللي قاعدين يسيئون لمحمد نور سواء من صحفيين رياضيين أو حتى يعني في مواقع التواصل الاجتماعي أن يقدمون للمملكة كأس آسيا زي ما قدمنا محمد نور كأس آسيا على طبق من ذهب. إن شاء الله الأمور تعود إلى نصابها ومحمد نور يعود نجم كبير يعني يضيء الملاعب السعودية. إلى خبرنا الآخر، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في حادث مروع وقع بمكة المكرمة جراء اقتحام سائق سيارة لمحل حلاقة وآخر لبيع الحلويات بحي الشرايع. أوضحت هيئة الهلال الأحمر بمكة أنها باشرت الحادث ونقلت 3 حالات إلى المستشفى بالإضافة لحالة إصابتها بسيطة رفضت النقل. تناقل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبرز إقدام عدد من المواطنين ببلدة الجرفية جنوب عفيف إلى أنهم ذبحوا ذيب واصطادوه قبل ما يقسمونه بينهم. أظهر الفيديو أحد المتواجدين وهو يأكل قطعة من لحم الذيب والثاني كان مع فخذ الذيب. طيب، كشفت إحصائية أن السعودية تحتل المركز الأول من بين أعضاء مجموعة الدول 20 في الحصول على العطلات على مدار العام، وذكرت وكالة نوفوستي اللي أجرت الدراسة حول العطلات أن السعودية احتلت المركز الأول عالميا واليابانيين أقل الشعوب في قضاء العطلات بالرغم من الكوارث اللي تحصل عندهم. نشاهد التقرير اللي أعده زميلي عبد المحسن التميمي ونرجع من ثاني. كشفت دراسة بأن السعودية تحتل المركز الأول بين أعضاء مجموعة الدول 20 في الحصول على الإجازات الرسمية بعدد 59 يوماً، وذكرت وكالة نوفوسيتي بأن السعوديين هم الأكثر حصولاً على الإجازات بناءً على تغيرات الطقس والأجواء من أمطار أو غبار أو بعض التحذيرات من الدفاع المدني. وفي المقابل فإن اليابانيين هم أكثر شعوب العالم حرماناً من الإجازات على الرغم من تعرض بلادهم للكوارث الطبيعية كالأعاصير والانفجارات البركانية، فمتوسط إجازاتهم لا يتعدى 9 أيام في السنة. وأخيراً يبقى مذاق خبر إعلان الإجازة بشكل رسمي عند السعوديين أمراً لا يقدر بثمن. عبد المحسن التميمي، الإخبارية، الرياض. نغلق آخر ملفات حلقة الليلة، شكراً لكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله ولنا موعد إن شاء الله بكرة إن كنا من الأحياء. هذه لقطات لتدريبات قوات الأمن الخاصة في دورة المظلات والساعقة. مع السلامة.